بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة بقى بسكوت العيد من غير لا مكنة ولا كيس حلواني ولا أي حاجة خالص. هنعمله بطريقة سهلة، اللي ما عندوش مكنة، اللي ما عندوش أي حاجة هيعملها، وبطريقة ناجحة وبطريقة سهلة. وشايفين اهو، بوريه لكم قبل ما نبدأ الفيديو، ولا لازق في الصاج بتاعنا ولا في أي مشاكل. هتعمليه بطريقة سهلة، مفيش حاجة هتواجهك خالص، وبيضة واحدة. يلا نشوف الطريقة مع بعض، نشوف عملناها ازاي. زي ما انتم شايفين كده بقى، انا جبت اللبن بس التليفون ما كانش يشتغل، الكاميرا وقفت. ده نص كوب من اللبن، عليه معلقتين او ثلاثة من جوز الهند ناعم، اخليه يعني ايه يدوب في اللبن المغلي كده، بيدي نكهة، يعني نكهة اقوى من لما بتحطيه ناشف كده. يلا نشوف الطريقة. هنا دلوقتي بقى نزلنا ب 200 جرام، انا هعمل نص كيلو بس من الدقيق. ممكن تزود المقدار بكيلو، انا هعمل نص كيلو من الدقيق، عليه 200 جرام زبده او سمنه حسب ما انت عايز تستخدمي، يعني سمنه على زبده ماشي، زبده بس ماشي، اي حاجه. دي سمنه على زبده انا مسيحاها مع بعضها وحطيتها في التلاجة، جمدت معايا، لان لازم تسيح كويس، لانها زبده فلاحي فيها الخط بتاعها او الميه، فلازم تسيح كويس معاكي وترجعي تجمديها تاني، مفيهاش اي مشكله. انا بصراحه يعني بحب استخدمها عن الزبده الفرن او الزبده الصفراء او كلام من ده، فكل واحد بقى حسب ما بيحب يستخدم. دلوقتي نزلت بيها ونزلت مع يعني اشتغل عليها المضرب كويس او العجان او ايدك او مضرب كهربائي، اي حاجه انت عايزه تعملي بيه. وبعد كده بالسكر، وزي ما انتم شايفين كده اتعملوا مع بعض كويس جدا، يعني اندمجوا كويس جدا مع بعض، زي بقوا زي الكريمه، ما فيهوش اي سوائل، ما فيهوش اي حاجه. ونزلت عليهم بالبيضه بتاعتنا، البيضه ما تكونش بدرجه، تكون بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش بالتلاجة، علشان ايه ما تفصلش معاك الزبده بتاعتنا كده. زي ما انتم شايفين اهو الخليط بتاعنا، نزلت عليه بقى بجوز الهند اللي باللبن، ودايبه برده كويس مع بعض، يعني خليه يندمج كويس مع بعض. بعد كده بقى هنحط ايه هنا بقى، دي معلقه، هحط معلقه من ال ده بودره برتقان، فروتي، تانج، اي نوع انت بتحبيه. هتدوبيه كويس في معلقتين ميه بس، انا لو مش حابه الخطوه دي تمام، بس انا عايزه اللون يبقى اصفر، انا بحبها، بحب احطها في الكيكه، بحب احطها في البسكوت، اي حاجه بعملها بحبها، فممكن تستبدليها. شوفي اللون هيفرق معاكي، هيبقى اللون ذهبي حلو يعني غير الابيض، لو مش عايزاها خلاص تمام شغال. هنا بقى حطيت الدقيق، عليه ذره من الملح، نص معلقه صغيره خالص، ومعلقه من البيكنج باودر، وبلاش تكتري في البيكنج باودر قوي عشان ما يفرش منك البسكوت بتاعك. هنا بقى بدوب هنعجنه بقى، بس اللي هو ايه لم بس كده، مش عايزين نعجن ونلت ونخدمه زي ما بنقول في اي عجينه تانية، لا عايزين اللي هو ايه هتلمي بس بصوابعك كده. هنحط شويه شويه عشان ممكن ما ياخدش معايا اللي انا عملته، ممكن ما ياخدش كميه الدقيق كلها، لان زي ما احنا عارفين ان الدقيق مش كل دقيق بيشرب السوائل زي بعض، فهننزل كده. دلوقتي بقى انا نزلته في البيضه بتاعتنا، ما رضيتش انزله من الاول عشان ما نهدرش كتير في المكونات بتاعتنا، تبقى ماسكه فيها، لكن دلوقتي كده طالعه نظيفه معايا ما شاء الله. لمي بقى، شوف انا بلم بصوابعي بس من غير لت، صوابعك فرداها كده وبتلم لم، لان البسكوت مش بيتعجن. بس كده يعني يعتبر خلاص، هحط معلقتين كده من الزيت بس، الم بهم العجينه. الزيت مش عشان انك هتلمي العجينه تسيب ايدك، لا عشان كمان بيديله قرمشه، خليه مقرمش معاك لاخر واحده، حتى لو عامله كميه. انا بوريك ان في الايد اللي مش بعجن فيها اهو، مش ماسك في ايدي، سايب غير الايد اللي بلم بيها. هنا بقى كده هنلميناه خلاص، هنغطيه شويه بقى 5 دقايق ارتاح بس، لان انا مش حاطه فيه نشادر اصلا ولا بيكنج باودر، بس تحفه. هنجيب الزيت بتاعنا بقى، نمسحه مسحه بسيطه كده من الزيت ونشتغل. وعلى فكره البسكوت ده ممكن ما تمسحهوش بالزيت، هتفرديها بقى معاكي كده بايدك من غير اي ولا مكنه ولا كيس حلواني ولا اي حاجه، تفردي بايدك كده خلاص. بصي، ولا محتاج نشابه ولا محتاج اي حاجه، فردته بايده وسويته خالص كده. وبعد كده بقى ايه هنسويه معانا بقى بالبتاع بتاعتنا دي. انا بوريك ان انا خططيه بالشوكه وماشي معاكي سهل خالص. وهترجعي بقى تقطعي الطول اللي انت عايزاه والعرض اللي انت عايزاه، انا عملت شويه عريض شويه رفيع شويه طويل شويه قصير، براحتك، دي حاجه ترجع لك الشكل، ذوق لك انت. بس طريقه سهله وطريقه ناجحه جدا، يعني انا وريتها لك في اول الفيديو،
ما فيش اي فيها اي حاجه، والطعم ولا اروع من كده. وطبعا 200 جرام سكر، عايزه تزودي السكر انت وراحتك، بس السكر ده كان مظبوط قوي، اللي هو تاكلي منه ما تحسيش انه انك مش عايزه تاكليه، او انه واحده بتصد كده انه مسكر زياده عن اللازم، لا سكره مظبوط، تاكلي منه كمان انت عايزاه، تاكليه بشاي بلبن، هتاكليه كده تحفه بصراحه. عمل معايا النص كيلو ده، عمل معايا كميه كبيره يعني، عمل معايا صاجين ونص من ده، بيعمل كمية حلوة. مش لو عايزة تعملي كيلو هتضاعف المقادير وتعملي كيلو، عايزة تعملي 2 كيلو وفي 5 دقايق بتكوني مخلصاه. وريهولك هو في الفرن التشكيلة بتاعته زي ما هي، ما راحتش، ده في نص التسوية لسه، الفرن هادي عليه يعني، عايزة تحط في فرن كهرباء، شوفوا اهو بعد ما طلع من الفرن يبقى درجة حرارة 180. فرن عادي زي ده بيبقى الحرارة بتاعته وسط كده وأقل من الوسط، ده بعد ما طلع من الفرن يعني يمكن ما كملش 3 دقايق طالع من الفرن. بقولك القصة بتاعه، التصوير فوق بصراحة حلو، في إضاءة رباني، غير لما بننزل المطبخ بقى التصوير بيختلف تماما، مقرمش وتحفة، والشكر فيه أو العلامة اللي أنت عملتها زي ما هي، ما فتشتش ولا ضاعت منك ولا أي حاجة. وعايزاه تعملوا رقيقة يعني، شايفين اللي هي رقيقة شوية يعني، حاولي ايدك تبقى ميزان كله مظبوط مع بعض، لان الرقيقه شويه خدت لون ازيد في الفرن عن اللي هي دي. بوريك قلبه عامل ازاي، تحفه بجد تحفه، وهم ولا مكنه ولا حد يعمل معاكي، ولا حد يدور المكنه، ولا حد، ولا كيس حلواني، لان بصراحه مش بحب قوي بتاع كيس الحلواني، بحسه طري زياده عن اللازم يعني، العجينه بتاعته بتبقى طريه وبيطلع معاكي مش زي ده خالص، ده فظيع يعني. طب بص العلامات اللي تحت دي انه ناجح معاكي، مش ان هو مش ناجح، ومن غير نشادر ومن غير اي حاجه، سهل وبسيط ومقدره في كل بيت. ده بوريك اللي في الفرن، وده طلع من الفرن، بوريك الصاج التاني والصاج اللي خرج، شايفين ده هو لسه داخل الفرن، فظيع جميل جدا، من غير اي بقى تكييفات، من غير اي مكونات كتير ولا، وبيضه واحده انت شفتها في اول الفيديو، حطها بيضه واحده، هتعملي كده وتحطي بيضتين اتنين. بص انا ولسه ما كملتش سوا كمان قوي يعني، بقول لك ان هو بصي طالع من الصاج بتاعه من غير اي بمسحه زيت، ولو هو شايفينه عامل ازاي ممكن تستغنى عن مسحه الزيت كمان، لانه مش هيلزق معاك. انجح طريقه تعمليها البسكوت مقادير سهله وبسيطه جدا، والله الكاميرا ظلماه، احنا كده نزلنا تحت، التصوير فوق كان تحفه، احنا كده نزلنا المطبخ، بس شكله روعه وطعمه ولا اروع من كده. جوز الهند مع صوص البرتقال ده اللي احنا حطيناه، اللي هو الفروتي او المانجا، اي حاجه بقى انت بتحبيه، عامل ميكس فظيع، وريحه ما اقولكيش بقى، مع الزبده مدمر الدنيا. شايفين شكله عامل ازاي؟ يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناه، هوريكم شكله يعني، هكسر لك واحده تانية غير اللي فوق، بص عامله ازاي، قلبه عامل ازاي، ومقرمش لدرجه ما تتخيلهاش، معلقه الزيت بتخليه مقرمش، حتى لو هتعمليه بطريقه تانية حطي في الاخر معلقه زيت، خليه معاكي مقرمش وطعمه فظيع يعني، مدي القرمشه اللي هي تحبيها، مش القرمشه اللي هي جامده بقى وكلام من ده لا، والخطوط بتاعته باينه زي ما هي، ما راحتش. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.